كتاب عام 97 وتم عرضه على مسرح الثقافه الجماهيريه، وايضا حصل على جائزه من المجلس الاعلى للشباب والرياضه عام 98. استاذ محمد اسماعيل قناوي حصل على دورات تدريبيه في العلاج بالتمثيل السايكو دراما، وقام بعمل تجارب علاجيه في العلاج بالدراما بالمستشفى الذي يعمل به. ويمكن حابه الاول اسال استاذ اسماعيل عن هذه التجربه تحديدا. التعليم اساسا بيبقى سايكو دراما، لكن الشغل انا عملته حاجه اسمها دراما ثيرابي. بتختلف دراما ثيرابي هو ان انا بعمل علاج عن طريق الالتجاء المرضى بيرتجل، وهم كانوا مجموعه. والتجربه الثانيه المجموعه سايكوتيك اللي هم المرضى المدمنين، عملت معاهم تجربه كانت مكتمله من الالف والياء. هم ارتجلوا النص، سايب لهم المجال مفتوح تماما يرتجلوا، لكن كنت بقطع وابين لهم اللي هم عاملينه اساسا، بعمل لهم الصوره بتاعتهم في تكنيك اسمه المرايه كده سايكو دراما. فلما بيشوفوا هم نفسهم بيبدأوا يغيروا لغاية يعني هما بدأوا في الأول كانوا عايزين يمثلوا زي بدراب، يعني زي بدراب مخدرات يعني، فبدأوا يمثلوا ده. وصلتهم وهما بيمثلوا إن وهما بيضربوا البوليس كبس عليهم، فعاشوا اللحظة دي. هما عاشوها قبل كده كتير، بس دي عاشوها تاني وشافوها وهما بوعي، فكان شكلهم هما نفسهم انتقدوا ده، فابتدوا يعملوا تمثيل تاني اللي هو انا كنت هبقى ايه لو ما كنتش مرة. وعملوا حاجة اسمها حلم، حلم مهم، هي موجودة على الانترنت العرض الاخير، لكن على ما وصلنا له اخدنا حوالي 10 جلسات، كل جلسة حوالي 1.5 ساعة تقريبا. في بعض التمرينات احنا كنا بنعملها علشان نوصل لحالة الطبيعية او انه يبقى طبيعي ويقول بفطره ويقول اللي جواه. قابلني شخص واحد بس هو اللي ما كانش قادر يعبر عن مشكلته، كل ما يجي يتكلم عن مشكلته ما يعرفش يتعصب في الكلام ويبقى الاحسن ويبقى عايز ينسحب، لكن لمسنا حوالين مشكلته من بعيد لان هو ما كانش قادر. تجربه ثانيه عن السيكوتيك او المرضى الذهانيين، ودي للاسف ما كملتش لظروف الاداره، يعني لان دول المرضى الذهانيين تماما اللي هم فصام وهوس، دي اضطرابات كبيره يعني في الاضطرابات النفسيه. ومثلوا وكان اختاروا تكنيك انا كنت بشتغل بيه اللي هو اين ومن وماذا، اين نحن ماذا نفعل من أنا. فاختاروا الممثلين أو المرضى، واحد اختار إنه زبون في قهوة والتاني اختار إنه معلم في قهوة. للأسف الشديد مريض منهم اختار إنه يبقى زبون في قهوة وعمل مشكلة واتقتل وهو بيمثل المفروض طعنا بالسكينة، وأنا كتبت قتال الأطباء لكن محطش في عين الاعتبار، والعيان خرج واتقتل بسكينه في قهوه فعلا. دي غريبه ان مرض صد، يعني مرض صد كانت فيها قتل اعتقد. بس ده ارتجال المرض. هم كانوا زمان بيعملوا كده، كانت مجموعه من المرضى وكانت نفس الحكايه ان هم بيمثلوا وبيعالجوا من خلال الحقيقة. صاحب المدرسة دي وصاحب الموضوع ده كله جاكوب مورينو، راجل ألماني، والتقط الخيط من الأطفال لما كانوا بيعلمون في الحضانة التعليم عن طريق الحكايات، وكانوا الأطفال بيزيدوا أكتر من التعليم العادي لما كانوا بيعملوا لهم حكايات ويمثلوا فيهم. فبدأ يعمل أول حاجة اسمها الجروب ثيرابي، العلاج الجمعي، وخد تكنيكات اللي هي الرول بلاي ان هم يمثلوا.
مدرسته الأشهر على الإطلاق اللي هي مدرسة السايكو دراما، وهي موجودة الآن في أمريكا وفي إنجلترا وفي كندا وفي كذا مكان حوالين العالم. تمام. حضرتك كان في أثر لهذه التجربة السرية في أكيد. كل النصوص تقريبا أنا أولا بعمل زي سايكو أناليسيس للشخصية، فأنا بكتب ما بداخل الشخصية، أنا مش رأيي فيه، ما بحطش رأيي في الشخصية، فالشخصية كما هي بدون رأي لي، أنا بعمل أناليسيس بيها وبعمل سايكو داينامكس بتاع الحركة بتاعتها، سايكو داينامكس اللي هو الميكانيزمات النفسية اللي بتخليه يتصرف التصرف ده. بالنسبه للبطل الرئيسي في شارع المحطه دكتور مطهور اللي تم قتله، هل حضرتك استوحيت الشخصيه دي من شخص موجود؟ يعني الكاتب دايما طول الوقت موجود في المجتمع وشايف شخصيات، هو مش شخص واحد، هو مجموعه اشخاص، لكن هو اكثرهم قوه كان من حد سايكاتريست كبير قوي، وكان بيتعامل معانا انه هو حر جدا ولازم احنا نبقى احرار، بس هو كان بيقهرنا جدا عشان يبقى هو حر. وكان ليه تصرفات كده صعبه كمان، يعني زي التجشؤ ده، وهي اصعب التجشؤ كمان في الاجتماع، زي ان هو مثلا دايما شايف ان هو حر في اخذ القرار وعلينا نحن ننفذه، احنا احرار في تنفيذ قرار. ازاي دكتور؟ لكن في كذا حد بقى مذكور، كذا حد منهم حد طبيب نفسي شهير قوي في مصر، يعني برضه داخل منظم، ومجموعه ناس تانية غير الاطباء. تمام. الفنان حماده شوشه، تأسس فرقة شوشة المسرحية عام 1991، هو ممثل ومخرج بدرجة فنان قدير بالبيت الفني للمسرح، شارك بمختلف فرق مسارح الدولة، مثل في كثير من العروض، شارك في معظم الورش الفنية، تمثيل وإخراج ورقص في مركز الهناجر للفنون، شارك بالتمثيل في الكثير من عروض المسرح الهناجر من إخراج عدد من المخرجين العالميين والعرب، قدم أعمالا في إيطاليا، كندا، هولندا، إسبانيا، شارك في العديد من المهرجانات العالمية من خلال مسرح الهناجر، حصل على الميدالية البرونزية على مستوى العالم عام 1985 في مسابقة دول العالم في باريس، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية مثل أفينيو بفرنسا، درب الحرير بألمانيا، قرطاج بتونس، الفن الرابع بإندونيسيا، وقدم عدد من العروض كمخرج في منطقة الفرق المستقلة زي ياسين 2010 لنجيب سرور والمغنية الصلاة، شارك كذلك في بنالي الثقافية الأول بعرض المسرحية التي لم يكتبها مونيير، شارك في المهرجان القومي للمسرح المصري في عدد من العروض تمثيلا وإخراجا، ورشح لثلاثة جوائز في المهرجان القومي 2013 على العرض المسرحي كراب واللعبة في انتظار بودو، وحصل العرض على جائزة أحسن تصميم حركي، وقدم مؤخرا عرض ارتجال وأبطال عبد الرحمن الشرقاوي في مسرح مركز الهناجر للفنون. وهو يمكن انا اعرف حماده شوشه من قبل كده، كل ما بروح في حته بلاقيه علشان بتعمل عروض وبنشتغل معاهم احنا في الجامعه الاربع سنين، وهم مهتمين جدا بفكره بناء الانسان، ازاي الانسان يتطور من خلال الفنون. فمبدئيا برحب بيهم، برحب بكل
ايام وبعدين ما اعرفش ايه اللي حصل الهيئه غالبا او بيقدموا في مكان ما وحصل تكاسل يعني حصل شراب لكن حصل تكاسل وانا مش يعني دايما نشيط ومش بحب خالص اقعد استنى البيروقراطيه الفظيعه اللي بتقتل اي فن في العالم ان انا اقدم مشروع فيقعدوا يبصوا عليه في 3 سنين ويردوا عليا في 10 سنين وهكذا فانا سريع التنقل من مكان لمكان واللي شافني في الفتره الاخيره اكيد بيتاكد من ده احنا كنا في الهناجر بنعمل ورك شوب خلصنا الورك شوب اتقابلنا الاستاذ محمد الشحني اللي عمل القراءه في المسرح القومي واحنا سالنا المسرح لو الممثلين عايزين فقالوا لا لو عايزين تجيبوا ناس من عندكم فجبنا الفرقه بتاعتنا وجينا نعمل نقدم هذا العمل فانا اعرفه قريت هو حطني في حيره شديده لما اداني 4 نصوص قعدت قريتهم وقلت له انا هعمل ده لانه انا شايف انه هو الانسب مش الافضل يعني هو كل نصوصه الحقيقه فيها قضايا مهمه وهي نصوص انا رايي انه لم ياخذ حقه كمؤلف لحد دلوقتي الاستاذ محمد اسماعيل ناوي هو كاتب مسرحي موهوب جدا ولكن للاسف في ظل المناخ اللي احنا عايشين فيه في ظل البيروقراطيه الرديئه في ظل اشياء كثيره احنا هو عشان كده هو لم يظهر على السطح ككتاب ارباع موهوبين دلوقتي مختلفين ساحه المسرح في مصر وفي اماكن اخرى فهو كاتب انا رايي بعد قراءه يعني اخر مره انا اخذت 4 نصوص قريتهم كلهم قبل ما اختار النص اللي انا اخترته هذا النص بالذات انا حسيت فيه ابعاد انسانيه في الشخصيات فيها يمكن ده ما بانش شويه في القرايه لكن لو ده يجسد على شاشه المسرح تلاقي هذه الشخصيات انسانيه حتى النخاع يعني وهو انا كمان سعدت لما سمعت ان دي جايه من تجربه حقيقيه من خلال شغله في الحقيقه وانا الناس المبهوره بفن الارتجال اللي انا بحطه في كل شغلي فلما كمان سمعت كده ده يديني الحق ان انا يمكن لو جينا نقدم هذا العمل في مكان اخر ادخل بجزء مرتجل على النص الاصلي زي ما عملت في الورشه بتاعه الهناجر اللي احنا كنا بنقول عليها ارتجال وابطال فكانت فكرتي اللي بدات معايا من هذه اللحظه بتاعت هذا العمل انه نعمل مزج بين النص المسرحي المكتوب من خلال مؤلف كاتب وبين فن الارتجال وهذه الفكره انا الحقيقه لم اراها مع مخرج اخر ولا شفتها ولا سمعتها ولا اشتغلتها فانا دايما بسعى في كل عمل لفكره جديده لقيتها في النص ده احنا تجرنا على بعض الجمل وشلنا وحطينا حاجات بسيطه تكاد تكون مش محسوسه خالص لكن هو ارجع لاستاذ محمد اسماعيل الانامي هو كاتب مهم ولازم ياسمين انت ليكي دور في هيئه المسرح وليكي دور في المسرح القومي اعتقد وليكي دور في اماكن متعدده لازم فعلا تقفي ورا مش مهم المخرجين الكتاب العظام علشان الساحه المسرحيه ترجع لانه بنبدا احنا كمخرجين من الورق المسرحي من الكتاب من النص المسرحي مفيش مخرج بيبدا من الهواء فالنص اذا كان جيد نقدم بيه عمل جيد الجمهور يستمتع تحصل حاله من النهضه المسرحيه في مصر من خلال كتاب مهمين من خلال مخرجين متميزين لكن اللي بيحصل حدث ولا حرج لا في المرة هو شراب يتقلب فيبقى اسمه مش عارف ايه فيتبيع الوش التاني فيبقى اسمه هو نفس الشراب القديم الحقير اللي ملوش اسم ولا معنى ولا معاني فهذه هي حالة الكتابة المسرحية وما اقدرش اعمم انا مش من اصحاب تعميم الاراء لكن اقول انه في نوع من تغييب وعي المشاهد بقصديه يعني في قصديه اني اغيب هذا الوعي الحرب الدروس على اتجاه المسرح المستقل في مصر الاستاذ محمد ابو سعود هنا احد اهم المخرجين في المسرح المصري كله واللي هو اساسي في هذا النوع من عنده فرقته وانا اشتغلت الحقيقه شرفت ان اشتغلت معاه حوالي 4 اعمال بادوار مختلفه ومتعدده احنا كفرقه مستقله نعاني من حرب شرسه ضد اتجاه المسرح المستقل في مصر ياخدوا يحتوهم بقى بانهم يقولوا لهم تعالوا اقعدوا عندنا اسبوع خدوا
خدوا شوية فلوس يعملوها مش عارف ايه، يحاولوا يدوبوا ويمحوا ويقضوا على خصوصية هذا الاتجاه الجميل اللي انا استمتعت. هنا محتاج اسأل حضرتك سؤال، حضرتك اصلا ممثل ومخرج في مسرح الدولة طبعا، وبعدين عملت فرقتك المستقلة، طب ليه وانت اوريدي عندك المساحة اللي قدر ان انت تشتغل عليها على مسرح الدولة؟ لانه مسرح الدولة لا يعطيك في ما يكفيك، لا يسد الرمق. هنا تجدي نفسك محتاره، نفسك تعملي الافكار مش عشان بس نعمل فكره بعيده او حاجه محرمه او لا، هي الفكره ان احنا بنبحث عن متنفس فيه حريه حقيقيه، وانا لا اشعر او لا استشعر هذه الحريه الا في او مع المسرح. بنشوفها كتير في المجال، فانا حسيت ان هو بيتكلم عن ناس كتير موجودين، فانا بحييه بجد. حد عنده اي تساؤل للكاتب ليا، للممثلين، لحد بعينه معين، ممثل ما، لاي سؤال؟ لو في اي سؤال، لان دي معموله عشانكم، يعني هذه الجلسه اذا يعني ليه تفضلي. بنزود على حروف الهجائيه حرفين زراف خالص، لام الف وت مربوط. فهي هنا كانت لام الف وت مربوطه اللي هم زياده على المدن، الزياده عن الحروف العاديه، انما هي زي من السين للشين، يعني سين راح يقابل صاد وكده، بس انا ما حطيتش الف ب ميم سين، حطيت بس ده كويس جدا. فاداني نزل لي بالون تاني، يعني رساله ابعد ما حضرتك. هما دايما النقاد بيقعدوا يفسروا دي وظيفه ويضيفوا ويحذفوا اشياء، دي وظيفه الناقد. ان انا كاتب حاجه، انا مش عايز حد يعني ايه، وانا بكتب الموضوع الفكره الاساسيه عندي مش عايز مدلول اخر يشتت المتلقي. فانا كنت مهتم جدا جدا ان انا اقول كلامي الاساسي اللي هو القهر الشديد جدا هو الذي يصنع الحريه. مفيش حد لم يتعرض لقهر شديد الا ما بقى حر. طول ما انا
وتمام مش هتحرك، قاعد حالة ركود شديد. إنما القهر الشديد قوي هو اللي بيخلينا نتحرك. كل الأنماط اللي كانت موجودة تحررت لما زاد القهر جدا. يعني حتى المسافر لما راح يأكل لما زاد عليه قهر الجوع، فكري إذا ما زاد عليه قهر الوحشة والوحدة فدور المعادي بقى إن هو يحقق حرية. بالظبط. فالقهر الشديد قوي 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 هو أساس الحرية، الحرية القوية، الحرية الحقيقية. والناقد هو اللي بيحط كل ده له كما يصح، وده صح جدا. وحضرتك ممكن تشوفي حاجات انا لم اعيها على المستوى الوعي. تمام. يعني على المستوى الوعي كده انا مش واعيها، لكن هي موجوده جوه. انت حضرتك اللي بتطلعيها القناه، وده شغل الناقد فعلا. لا انا بحكم حضرتك كمان على ان احنا دايما بنفكر في العقل الجمعي بتاعنا ان الكلمه دي معناها كذا. لا مش معناها كذا، ممكن تحكي معاني اخرى. فالبحث دايما عن اوسع فعلا. ده كان واضح في النص، يعني دوروا دايما على ان مدونات ليها مدونات ثانيه. يعني هي حضرتك لو ده جنبه بدون قصد، يعني بس لو هو مثلا يعني ده كويس قوي. ده يعني مهم قوي ان انا اعرف ان حضرتك كناقد، يعني ده بيسعدني جدا. انا يعني بيضيف للعمل. احنا هنرد على الجزء الخاص بالموسيقى. احنا متبني انا شخصيا احمد فهمي هو كان معنا في الورشة، وبعدين جلنا قبل الورشة ثم الورشة ثم العمل ده، وكان معنا في قراءة مسرحية تانية غير دي اللي قدمناها في المركز السويسري الثقافي السويسري. فهو أنا بزوقه في حتة كتير، إما ممثلاً إما بيحاول يعمل مزيكا، بيحاول هو اللي يعمل المزيكا. ما احنا سهل إن أنا أقول هاتي المقطوعة بتاعت مش عارف مين أعزفها لي، هاتي المقطوعة بتاعت فلان حطها لي، سهلة جداً. الأسهل الأصعب إنك تطلبي منه وهو في هذا السن، عنده 16 سنة حاجة ولا 17 سنة، وإنه يبدأ في هذا السن. إحنا لما كنا في سنه الحقيقة ما حدش وقف جنبنا ولا قدم لنا ورود، قدموا لنا شلاليت وأقلام. إنما هو لاقي حد يقف معاه ويزقه ويقول له خليك اعمل كذا، اعمل مثل مرة، اعمل مزيكا مرة، افشل مرة، انجح مرة، اعمل حاجات رائعة مرة. في الآخر هيبقى قد يكون أحد أهم الناس اللي هتبقى في المستقبل. يعني ده يعني احساس، لكن ما اعرفش مع مين ممكن يحصل. انما فكره انا عندي ايمان شديد، وده اللي خليني ادرس في جامعه، انه الجيل القادم هو الامل، هم الشباب. لكن بحزن حزن شديد وعميق في نفس الوقت لما بلاقي سطحيه في التفكير، لما بلاقي مفيش اهتمام، لما بلاقي الحياه بسيطه بالنسبه لهم واي حاجه ومش مهم ومش فارقه وبتاع. احنا ما كناش كده، جيلي انا ما كانش كده في السن ده، ما كانش كده خالص. كنا مهتمين ونروح المسرح القومي ده، نفس المسرح ده، ونيجي هنا ونتفرج على الاعمال المسرحيه الكبيره اللي يمكن ما بقاش فاهمين منها حاجه خالص. واحنا في المعهد بندرس ونطلع بالليل ونروح المسرح ونتفرج ونشوف ونتعلم ونروح مهرجانات ونناقش ونحضر ندوات. فالفكره البناء بياخد وقت. فالمزيكا انا اللي طلبتها منه الستايل بتاع غربي، لانه الستايل الغربي لما دخلت في فكره الشرقيه الموسيقى الشرقيه بنحدد احنا مجتمع عربي، احنا مش مجتمع عربي، احنا مجتمع غربي يدخل فيه وجزء منه المجتمع العربي. لكن هي الرؤية العام والأشمل والأهم ان تبقى المزيكا تحمل طابع عربي. في اي حاجة معايا لا الاستاذ بس انا ما اعرفش الاسم ده. اشتغل معي تاني. ابويا قاعد. لا انا برحب طبعا بكل الناس الجديده، وفارس برضو كان معانا في الورك شوب في الورشه، وبعدين هو لظروف ما او تم يعني اختطفته الاضواء السينما. استاذ حماده شوشه يعني هو اللي بعتني الادوار اللي انا عاملها في السينما، والله ما اشتغلش حاجه من نفسي. فهو الحقيقه قرر ميزة فارس المرة دي انه قرر انه يثبت لينا قبل اي حد تاني انه هو يستحق فرصة. هو خد الفرصة النهاردة وادهشنا جميعا. بس
اي سؤال اخر في وقتكم؟ طيب بنشكركم جميعا. I like to say something. Sorry, I cannot speak Arabic. دوروتيا هتقول لكم حاجه، هي ما بتقدرش تتكلم عربي. And so I didn't understand. ما فهمتش كل اللي انتوا قلتوه. لكن I felt the sense. حسيت لها كل اللي انتوا عملتوه. And believe me, really deeply congratulations to the angels and كل الممثلين. And you. And you also. And you acted very, very beautiful and very lifeful and true. مش هلاقي كلام أجمل من الكلام اللي قالته دوروتيا عشان أختم بيه. مش لازم أختم كل الحاجات، هي قالت الكلام المهم. بنشكر دوروتيا، بنشكر الجمهور، بنشكر كل الناس اللي شاركونا في الشوق وتابعوا أعمالنا على فيسبوك وعلى مواقع التواصل. سامع ما تنزلش.